مرحبا بكم ناس الكل في فيديو جديد نحكيو فيه على اخر اخبار الملاعبيه المحترفين ونربطوهم بالقائمه اللي باش يعلن عليها جلال القادري ما بين 16 و17 مارس للملاعبيه اللي باش يلعبوا ضد ليبيا في اطار تصفيات كاس افريقيا. مرحبا بالناس الكل، كانك ماكش مشترك في القناه اشترك معنا في القناه ومرحبا بيك وفعل جرس التنبيهات باش اول ما نهبط فيديو تجيك نوتيفيكاسيون. الياس الصخيري اللي يعتبر من اهم الملاعبيه التوانسه المحترفين في اوروبا يعمل في ارقام قياسيه مع فريقه كولون، يساهم برشا في الانتصارات نتاع كولون، عامل ارقام صراحه خياليه، يجي برشا في التيران بمعدل 13 ولا اكثر كيلومتر بار ماتش، كيف كيف دقه التمرير مهمه برشا، تاكلينك كيف كيف وقفته في وسط تيران، التوجيه نتاع اصحابه، لي ديويل يربح برشا دي ديويل. كان قارنوه بالملاعبيه نتاع البوندز ليغ نلقاوه من احسن الملاعبيه بطبيعه، العيون الكل عليه وكل ميركاتو نسمعوا اللي هو باش يمشي، معناها الفرق محترمه ان شاء الله بطبيعه في الميركاتو الجاي باش نشوفوه معناها في واحده من الفرق هذه بحكم انه الكونترا نتاعو مع فريق كولون يوفا في جوان. لكن كما نعرفوا معناها عندنا محللين احنا ما يعجبهمش العجب، وبطبيعه عبد السلام بوحوش اللي في فتره بعد الكوب دي موند هبط عليه ستاتيو قال عليه اللي هو صفر تمريره صحيحه، صفر دريبل، صفر باس، هو كذبه كبيره كيفاش الفرق الاوروبيه ربي يعميهم معناها مع اللاعب هذايا، وقال اللي هو ما عنده حد شيء. يعطيه الصحه اللاعب الاسطوره والمحلل الجهبذ عبد السلام بوحوش اللي عاود خرج لنا في اذاعه شمس فام يحكي على سخيري ويحكي على الستاتيو هذه. المقدم تاع البرنامج قال له عنده جماهير ولا تلك الجماهير عاده ما تعرفهم عاد الجماهير قهوه، اعطيني واحد فني انا جاوبني. وينكم يا جماعه القهاوي راهو بوحوش يكلاشي فيكم، كان تحب على فني خونا بوحوش نعطيك فني يحكي على الياس الصخيري. من غير ما نحكيو على الفنيين اللي في تونس اللي 90% الكل يشكروا في الياس الصخيري والدور نتاعو خاصه زاد في المنتخب التونسي اللي على اساس انت الكلام نتاعك موجه كان في المنتخب التونسي، لا الكلام نتاعك موجه حتى في الاوروب حكم انك شككت في القيمه نتاعو حكم انه الفرق الاوروبيه ربي عميهم. دونك اخطانا من المحللين التوانسه على خاطر يمكن زاد انت ما تستعرفش بيهم، بطبيعه نحكي على المحللين الصحاح، فما محللين برا ومدربين كبار يحبوا على الياس الصخيري وحكاوا عليه معناها في الانترفيو نتاعهم. شكون لورون بلون؟ بطبيعه لما حل شكون هو لورون بلون معناها نكره اللاعب ولا المدرب هذاك سواء كان لاعب والا توا مدرب. ونذكروا راهو اللي لورون بلون اللي هو توا مدرب ليون مازال مكبش في الصخيري باش ينتدبوا في الميركاتو الجاي. كيما قلنا الصخيري العيون الكل عليه، برشا معناها فرق تحب تنتدبوا، كيف كيف هو عنده طموح كبير، لكن كيف العاده بوحوش عنده راي في النقطه هذه بالذات. نتاع اوروبا هي الكل معناها نتاع جمعيه عاديه في اوروبا، نتاع جمعيه عاديه في اوروبا، والدليل هو يلعب في جمعيه عاديه. انا بالنسبه لي انا الياس الصخيري يا خويا هاو الايام بينات نحبوا يمشي الجمعيه في اوروبا كبيره كبير. اختنا من كولوش هو راهو في الحقيقه عبد السلام بوحوش في الطلعه نتاعو طلع في جينيراسيون نتاع مالديني نتاع نيستا نتاع كانافارو نتاع تيران نتاع ديساي نتاع شتام، هما جوست معناها عندهم شويه معارف خلاهم يلعبوا في اوروبا، وهو بوسكو ما عندوش معارف واكتفات صحاح قاعد يلعب في تونس. هذاك علاش تو العباد تقول لك هاو الياس الصخيري وهاو بوحوش يوصلوا لا انا راني هاوي لعبت عليك لعبت في جمعيات كبيره لعبت في التراب على الاقل كيستعرف اللي هو اللاعب هاوي هذاك هي الفائده هذاك شنو نحبوا احنا. وهو راهو عبد السلام بوحوش يحكي على الصخيري على خاطر متفرج فيه برشا، يعرفوا كيفاش يلعب، متفرج على الماتشات الكل معناها فريق كولن حاطه في الفافوري في فلاش سكور وجو احلى جو. وكان نسال بطوله المانيا السنه فانا قناه عندهم شو بيك على الراجل لا لا بطوله المانيا السنه فانا قناه ما يتبعوش بالحق نحكي لك واقع مش على وقتاش هو يتفرج في ليكيب ناسيونال كيما ناسيونال الحقيقي هو شافو في الشامبيونات تاع المانيا شافو انا ناكد لك سي هو ولا غيره ما يتفرجوش في الكوره. كيف كيف نحكيو على لاعب اخر ان شاء الله في القائمه الجايه نلقاوه في المنتخب التونسي. دونك نحكيو على حنا باع المجبري حسب الاخبار والصحف التابعه لنادي مانشستر يونايتد يخموا فيه معناها في الموسم جاي على قاعدة بحكم أنه فان دي بيك اللاعب الهولندي باش يتخلصوا منه، وحنا بعد المجبري قاعد يقدم في مستويات كبيرة مع بيرمنغهام سيتي صراحة قاعد يعمل في إيفوليوسيون محترم على الاخر، وان شاء الله في المنتخب التونسي ياخذ حظه اكثر من قبل بطبيعه ان شاء الله بطبيعه وليد الهيشري يرضى علينا ويرضى على حنا بعد المجبري باش يجي للمنتخب التونسي ونلعبوه شويه تيتولير ويعطينا البلوس. نكملوا نحكيوا على القائمه نتاع المنتخب التونسي اللي بنسبه كبيره برشا وعلى حسب الاخبار عمر العيون
توني اللاعب هذا يلعب في بطولة الأسترالية في فريق ويسترن. إن شاء الله إن شاء الله باش يجي للمنتخب التونسي بعد ما دعينا في برشا مناسبات باش يلتحق بالمنتخب التونسي بحكم معناش معنا مهاجمين تنجم تعول عليهم وما فماش كونكورنس كبيرة واللي موجود نحكي بار إكزومبل على الخنيسي ولا الجزيري ما تنجمش تعمل عليهم برشا. وبصراحة عمر العيون عنده شوية دي كاليتي ينجم يفيد بهم المنتخب التونسي خاصة معناها في الحس التهديفي متاعه. التفكير متاع جلال القادري باش يستقطب ويجيب ملاعبية في الهجوم أخرين زاد نظرا أن وهبي الخزري اعتزل دولين دونك خسرنا ورقة رايحة خاصة معناها في الكوتي متاع الهجوم. قطع النظر أنك يعجبك الخزري ما يعجبكش لكن لاعب قدم برشا للمنتخب التونسي وبطبيعة الاعتزال متاعه راجع البرشا حاجات من الحاجات اللي خلوه يعتزل هو النوعية متاع الكلام هذا في الكورة كي واحد يعمل ميموار ويراجع ويشوف الكاليتي الجوار متاعنا حمروني وهرقال وفوزي رويسي وكذا وذاك جمال ديني مام الكورة بسكينة ونقطح لها الدرجة ايه فما حاجات ما تركبش عليش لا شوف فما حاجات ما تركبش. انا كي نقول لك مثلا انا كي نقول لك انا مثلا الخزري وعيادي الحمروني انت شتقول ما كومبارابل هذاك وقت هذا يا اخويا هذاك وقت وهذا وقت بالرسمي شكون هو وهبي الخزري جوست الهدف الثاني التاريخي نتاع المنتخب التونسي ب 25 هدف عاطي 14 تمريره حاسمه في المنتخب التونسي زوز مشاركات كاس العالم 5 مشاركات كاس افريقيا وهدف تونس في كاس العالم بثلاثة اهداف وهذا الكل كان في 74 ماتش. عيادي الحمروني على راسي وعيني ملاعبي فلتة لكن طريقه تاع التحليل والمقارنة هي جوست للتقزيم وهذه هي بطبيعة مشكلتي مع المحللين هذوما اللي ديما يقزموا الملاعبية اللي جاية من برا وبطبيعة كلامهم ديما ما ينطبقش خاصة مع الملاعبية اللي يلعبوا في جمعياتهم. بالنسبة للخزري والقائمة جاية أول مرة معناها الخزري مش باش يكون في القائمة متاع المنتخب التونسي كما قلنا فما برشا عباد معناها ما يعجبهمش قطع نظر أنه الخزري معناها باهي ولا خايب. الخزري كما برشا ملاعبية أخرين راهو في بيريود معينة كان إفيكاس برشا في المنتخب التونسي زاد التوظيف الخايب متاع الخزري بحكم أنه ماهوش بونتا هذاك ضر شويه في المنتخب التونسي رغم كيك كان ديما يعطي البلوس سبحان الله تلقاها ساعات مش في فورما لكن ما نجموش ننساو الجميل متاع اللاعب هذا اللي قدم برشا للمنتخب التونسي واللي ان شاء الله العباد اللي تتقزز من حاجه اسمها الخزري هاو يحضر لكم في خزري صغير جايكم عليها على مهل للمنتخب التونسي. بطبيعة هذا ولد الخزري ان شاء الله يطلع كيما بوه بلاصه في المنتخب التونسي ماش مكتوبه باسمه ان شاء الله يطلع كيما بوه ولا خير حتى من بوه وبطبيعة كان عنده نيفو في المستقبل البعيد ان شاء الله ابواب المنتخب محلوله ليه. نكملوا نحكيوا على لاعب اخر فما برشا كلام انه كان باش يلتحق بالمنتخب التونسي لكن الاصابه منعته. نحكيوا على هيكل الشيخاوي لاعب تاع الاتحاد المنستيري اللي قاعد يقدم فيه معناه موسم كبير وكبير برشا للاسف دونك تضرب في الميتون الثاني ضد مازامبي. جلال القادري كان باش يستدعاه لكن كما قلنا الاصابه باش تمنعه باش يلتحق بالقائمه الجايه نتاع المنتخب التونسي. نحكيوا توا على حراس المنتخب التونسي ونركزوا مع الزوز حراس اللي ديما معناها البروبابيليتي باش يكونوا واحد فيهم يشد الكاج نتاع المنتخب التونسي. نحكيوا على ايمن دحمان والبشير بن سعيد اللي عملت سونداج في الانستغرام دونك بنسبه 56% العباد تحب على دحمان وبنسبه 33% العباد تحب على بشير بن سعيد. بطبيعه كل واحد حر في الراي نتاعو ان شاء الله الزوز معناها الحراس هذوما ألقوا خاصة نشوفوا في بشير بن سعيد يقدم في مباريات كبيرة وكبيرة برشا والنيفو متاعه معناها وصلته إيفوليوشيون كبيرة في النيفو متاعه حاجة ممتازة برشا مع الاتحاد المنستيري قاعد يعمل في تصديات يخلي فيهم مستير توصل للبعيد وترشحت معناها للدور القادم. بشير بن سعيد صراحة يستحق انه يكون في المنتخب التونسي دونك هذاك علاش عملنا السونداج على خاطر هو توا راجع بقوة وطالع بقوة ويقدم في مستويات كبيرة مقابل ايمن دحمان شوية في فترة شك مورالمون مش ولا بد ماهوش يمكن حاضر على الاخر. بطبيعة لنا الاختيار يبقى جلال القادري وبرشا عباد بطبيعة اللي تحكي على دحمان ما يستحقش بحكم انه قصير. اي دحمان قصير دحمان طوله 1.88 دونك بالله ما عادش تعاودوها هذه دحمان قصير 1.88 اطول من برشا قولة اساطير في العالم دونك ان شاء الله الفتره الصعيبه اللي عيش فيها دحمان يخرج منها وان شاء الله النوعيه نتاع التصاريح هذه ما عادش نسمعها. لكن احنا نجول سيرة سي دحمان وعلاش البوليميك اللي صاير وعلاش المشاكل اللي صاير سي دحمان كي تسمع كي تشوفه وكي تقراه غير ما يخول لك. اول حاجه سيد احمان كيفاش فسر سيد احمان ماهوش منضبط بتاتا لا في اللونترينمون
لا مع مع الكومبورتمون مع المسؤولين. اول حاجه ديما روتار ما يجيش يترين يحكم في الجروب كاريمون، يعطي يقول لهم خويا وقتاش تترينا ويزمك تضرب على فلوسك ويزمك تعمل قراب ويزمك كذا. هذا هو الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. بالتوفيق للمنتخب التونسي، بالتوفيق للملاعبيتنا المحترفين، ان شاء الله نشوفكم فيديوهات جايه، وان شاء الله بالطبيعه الفيديو يكون عجبكم. الفيديو حتى لنا وفاء، نقول لكم بالسلامه.